فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تأتي بذكر أسماء أشخاص معينين معاصرين، ويسألون فضيلتكم عن رأيك فيهم، فهل تقرأ مثل هذه الأسئلة؟ نعم. أقول أسئلة كثيرة يذكر فيها بعض الناس أو بعض الأشخاص من المعاصرين، ويسألون أن أسأل فضيلتكم عن رأيكم في هؤلاء الأشخاص، فهل نقرأها عليكم؟ لا، الأشخاص المعينين لا تقرأهم عليهم. نعم.